وفي إطار الحملة التوعوية التي تقيمها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات بشأن اشتراطات التعمير، توضح الحملة الخطوات المتخذة من قبل وزارة الإسكان بخصوص الإضافات في الوحدات السكنية من حيث قابلية الوحدة السكنية للتوسع من الناحية المعمارية والإنشائية، وأهم الاشتراطات التي تم تطويرها تلبية لتطلعات المنتفعين ورغباتهم في إطار فني وقانوني من خلال عمل نماذج ورسومات توضيحية للإضافات في جميع أنواع الوحدات السكنية وتقديمها للمستفيدين. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس رضا الأدرج الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان. مساء الخير سيد رضا، وما هي أبرز الخطوات المتخذة من قبل الإسكان بخصوص التوسع في البناء وضمان انتفاع المواطن بالشكل السليم فنيا وقانونيا بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية؟ مساكم الله بالخير اختي، ومشكورين على الاستضافة وإتاحة الفرصة إلينا لإطلاع الأخوة المواطنين على أبرز الخطوات اللي اتخذتها الوزارة بخصوص الإضافات، واللي من شأنها نفس ما تفضلتين أن تحقق رغبات المواطنين في التوسعة، وفي نفس الوقت تحقق النمو الإيجابي والمدروس في المدن الإسكانية. الله يسلم. احنا اليوم ممكن نتكلم عن اربع خطوات اساسيه. الخطوه الاولى، نلاحظ ان وزاره الاسكان قامت بتصميم الوحدات السكنيه على اساس انها تكون قابله للتوسع سواء من الناحيه المعماريه او الناحيه الانشائيه. لذلك نشوف ان قواعد الوحدات السكنيه دائما تصمم على اساس انها تتحمل ثلاثه ادوار. الخطوة الثانية اللي أخذتها الوزارة في هذا المجال أنها نسقت مع البلديات لتطوير الاشتراطات التعميرية لهذه الإضافات، واللي صارت جزء من قانون اشتراطات البناء في البحرين، وطبعا متاحة هي لجميع المكاتب الهندسية حيث أنه يقدرون يرجعون إليها في عمل التصاميم إلى الأخوة المواطنين. الوزارة ما اكتفت بهذا الشيء اللي هو وضع الاشتراطات، بل أخذت خطوات إضافية متقدمة إنها قامت بعمل نماذج ورسومات توضيحية للإضافات الممكنة في الوحدات السكنية، بحيث أن المواطن يستطيع أن يستفيد منها بصورة مباشرة. طبعا هذه النماذج متاحة للمواطنين، يقدرون يوصلون لها عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، نعم، أو حتى من خلال الفلاش ميموري اللي تنعطى إليه إلى المواطن عن توقيع عقد الوحدة السكنية. كخطوة رابعة في هذا المجال، الوزارة ركزت أيضا على الجانب التوعوي سواء من خلال المحاضرات عند السحب على الوحدات السكنية أو حتى عند تسليم مفاتيح الوحدات السكنية أو من خلال قنوات التواصل المختلفة مثل التلفزيون والإذاعة نفس لقائنا هذا، نعم، وحتى من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو قنوات التواصل المختلفة. اللي حبيت أأكد عليه أن الوزارة تشوف أن الإضافة هي حق للمواطن، وهذا كلام يعني أكيد واضح، لكن من ناحية ثانية احنا نشوف أن أهمية تنفيذ هذه الاشتراطات أو هذه الإضافات وفق الاشتراطات عشان مصلحة المواطن في المقام الأول، والمصلحة الجيران، والمصلحة العامة أيضا في أن احنا تكون أو تظهر مدننا الإسكانية بأحسن صورة. نعم، سعادة المهندس رضا الأدرج الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.